كلنا نكره ذلك عندما يبدأ شخص ما بالسعال في وجوهنا، ولكن ومع الوباء المنتشر حاليا، إذا سعل شخص ما بالقرب منك فقد ترغب في البقاء بعيدا قدر الإمكان. وقد رصدت كاميرات أمنية هذه الواقعة التي حدثت في شوارع الصين، وتحديدا في مقاطعة مجاورة لمقاطعة هوبي التي انتشر فيها فيروس كورونا، وانتشر الفيديو عبر الإنترنت بصورة كبيرة. ويظهر في مقطع الفيديو راكبا يضع قناعا طبيا على وجهه وهو يطلب سيارة الأجرة ويدخلها ويجلس في مقعد الراكب الأمامي، ثم يطلب من السائق نقله إلى أقرب مستشفى. ظل الراكب يسعل لفترة قصيرة، ما أثار قلق السائق وجعله يسأل الراكب. وعقب مرور لحظات ليست طويلة، وجد السائق بأن الراكب يعاني من احتقان في الأنف، فعاد يسأله من جديد. بعد أسئلة السائق، اعترف الراكب بأنه عاد لتوه من مدينة ووهان التي هي مركز ظهور وتفشي فيروس كورونا الجديد القاتل، فأوقف السائق سيارته على الفور وطلب من الراكب النزول منها ورفض نقله إلى المستشفى. تقول أم عمران تعليقا على هذا الفيديو: يجب أن يكون الشخص المريض قد اتصل بخدمة الإسعاف أو الطوارئ، ويجب على الفريق المناسب إحضاره، وسائق تاكسي هذا لا يعرض نفسه للخطر فحسب بل للراكب الخلفي أيضا. يقول ماكسوس: بالطبع يجب طرده، إنه يعرض حياة هذين الرجلين للخطر.